قائمة جديدة وموحدة لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية في مأرب، حيث تحاول السلطات المحلية ومن خلال مكتب التجارة والصناعة ضبط الحركة التجارية في أسواق المدينة التي تشهد تباينا في الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من مطالبات الناس للسلطات لخلق حالة توازن بين قدرتهم الشرائية وثمن أسعار المنتجات. اليوم احنا نعاني في الأسواق، سوق المحطة وسوق المجمع في محافظة مأرب، نعاني من البضائع المنتهية وقد كثرت هذه الأيام بضائع منتهية وبضائع مهربة. بالنظر إلى الحركة التجارية والعرض والطلب على هذه المواد الاستهلاكية، يتضح أن هناك استغلالا واضحا يصل أحيانا إلى ارتفاعات جنونية في قيمة هذه المواد، ما جعل الناس تتهم السلطات المحلية بالمشاركة في حالة الابتزاز نتيجة غياب الدور الرقابي على التجار والتأكد من سلامة آلية التخزين وعدم الاحتكار للمواد والسلع الأساسية وأسعارها. الذي يهمنا هو حماية المستهلك بالدرجة الأساسية، وهنا لابد أن يكون تعاون من الجميع، سواء الأخوة تجار الجملة أو تجار التجزئة والمجالس المحلية، وأي بلاغ يأتي بمخالفة تطبق العقوبات والمخالفات فورا. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يطالب الناس السلطات هنا بالتدخل للحد من ارتفاعات الأسعار، خصوصا بعد تحول المدينة إلى سوق كبيرة، إلا أن سرعة التجاوب مع تلك المطالب وتحذير المكتب للمخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من العمل في المحافظة يجعل الحملة تبدو أكثر جدية وفاعلية. نتيجة غلاء أسعار السلع والمنتجات في أسواق المدينة، ارتفعت أصوات الناس هنا، تجاوبت السلطات بإقرار قائمة سعرية موحدة. إذن هو اختبار حقيقي على قدرة السلطات في مراقبة وضبط الحركة التجارية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.